السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآيات يبين الله تعالى الغاية من خلق بني آدم أو من خلق الإنس والجن، وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عشان كذا يا جماعة، الزول اللي بيقوم بالغاية دي فيعبد الله وحده لا شريك له، سواء كان رجلا أو امرأة، فإنه يعيش في هذه الحياة الدنيا عزيزا ويعيش حميدا ويموت ويلقى ربه سبحانه وتعالى فيكون من السعداء. الزول اللي بيعبد الله سبحانه وتعالى في الدنيا دي بيكون زول تمام، وبعدين بعد الموت الله سبحانه وتعالى بيرحمه وبدخله الجنة. قال تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء العاشر في أوله، قال: هذا الدين يدور على أمرين: الإخلاص والصدق. تكون زول مخلص وتكون زول صادق، تكون مخلص العبادة دي لله بس، ده الإخلاص. يعني لما الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله، انت دعيت الله مخلصين له الدين، يعني الدعاء ده لله براو خالص لوجهه الكريم سبحانه وتعالى وحده لا شريك. يعني لما تقول يا الله ويا فلان انت ما اخلصت، انت ما دعيت الله براو، يا الله ويا فلان انت ما دعيت الله براو. لكن لما تقول يا الله نجيني من الكرب انت دعيت الله براو، انت ذول موحد. وكلامنا ده للاسف الشديد اكثر الناس اللي بينتسبوا للاسلام، خلي البر ديلك ما منتسبين مره واحده، اكثر الناس اللي بينتسبوا للاسلام ما بيرضوه، ناس غريبين جدا. هسي برا تلقى ناس زعلانين، يقول لك يعني جيتوا تورونا التوحيد، ما اوريك يعني فيها شنو؟ ما نذكرك يعني فيها شنو؟ هو اذا طيره هدهد بيجي لنبي من الانبياء فقال: احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. غضبان لانه شاف شرك، نحن نشوف الشرك والبدع
والخرافات ونسك الساج، وانت تزعل ما بتخجل يسألوك عقيدتك في منو، بدل تقول في الله تقول في فلان وما بتخجل، والناس يتكلموا في التوحيد يخجلوا منك انت، وعشان يردوك انت يخلوا الكلام في الله الخلق الكون ما يمدحوه ولا يذكروه بما هو اهله سبحانه وتعالى ولا يدعو له. فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. حلك الله شوف الايات دي، اذا طير بتغضب لله، وناس الله الليل نهار بأكل فيهم وبيسقي فيهم وبينعم عليهم، يشموا في الهواء ويتنفسوا ويديونا الجنيات، واحد تلقاه فقير والله يديه جنيات ويسكنوا ويحفظوا ويأمنوا ويدي أموال، بعد فترة يبقى من فقير يبقى غني، وبعد ده يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يشكروا في البشر، فلان عمل لي وفلان سوى لي وفلان وفلان وفلان، فلان ما عنده أي شيء، فلان ما عنده أي شيء. نحن جينا نوريك إنه البشر ديل كلهم ما عندهم شيء، أي شيء عند الله. ومنديك الآيات والأحاديث بعد ذاك، ما وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وخايفين على الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى، وشايفين الناس اللي بيتكلموا في الدين كلامنا ده ما قاعد يقولوا كده، واحد تلقاه دكتور تقعد له ساعة ما تفهم أي شيء، وذهب ثم إنه وإن إذا جاءت أن إن ورينا الموضوع شنو أن ولا إن ولا، كلام كلام كثير جدا، وبلد يا زي بلدنا دي دارين كلام عديل ديل، ما دارين شغل بتاع لولو، الله واحد. شفت البلد دي مزعلة، الله واحد الله واحد، وما تنادوا الشيوخ ده اللي بيجيب العكاكيز وما ملاوزين بها، تعال بعكازك وبيدانتك وبفرامة المرأة ذاته، كلام فاضي يا أخي. ناس يا أخي يعبدوا في البشر يا أخي، يعتقدوا في بشر يا أخي، زيهم زول مات يا أخي، غسلوه يكفنوه يدخلوا جوه التراب ما قادر يحرك اصبعه، امشوا ينادوه يا اخ رجال بشنبات، يقولوا يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا، ما بيخجلوا رجال ساي ما بيخجلوا، ينادوا في البشر. قال تعالى في القرآن وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار. ده الله الليل والنهار ده ماسكين الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيدبر الكون، ما في مخلوق عنده شيء مع الله، ليس لك من الأمر شيء. ده للرسول عليه الصلاة والسلام، تقول لي فلان وعلان وفلان من الناس ما عنده شيء آخر. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ده ابن آدم ونهايته ميت، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ده عبدي زيك، سوداني زيك، وعبدي زيك، الشيخ وغير الشيخ، الفرق شنو؟ الشيخ عنده يدين اثنين وغير الشيخ عنده يدين اثنين، الشيخ بيصلي خمسة وكاد وغير الشيخ بيصلي خمسة وكاد، الشيخ ده قرآن إذا بيقرأ القرآن ده كلام الله وغير الشيخ بيقرأ القرآن، الشيخ بيصلي خمسة وكاد وده بيصلي خمسة وكاد، أنا داير أعرف ده فرقه شنو، ده بيرفع أربعة يدين لله وده اثنين ولا زيه،
عباد أمثالكم. ولذلك العبد يجعل عقيدته في الله صحيحة، والله الذي لا إله غيره، قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، هل بتنادون من غير الله؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما عنده قطمير، القطمير اللفافة بين النواة والتمرة، يعني تشق التمرة جوا في مصماصة، النواة دي المصماصة دي بينه وبين التمرة في غشة أبيض، ده القطمير. قال لا، غير الله ما من القطمير، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أي زول بيقول أنا بنادي غير الله ويا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا، أسأله قل له بيسمعك؟ إن قال بيسمع قل له أنت مؤمن بالقرآن؟ إن قال مؤمن بالقرآن قل له القرآن قال ما بيسمع، غير الله ما بيسمع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والله تنادي غير الله، لو انت راجل ولا مر، انت مشرك رضيت ولا بيت مشرك، انت ما مؤمن وصليت تعبان ساي في البرد بتتوضى فتران ساي، ما في داعي تتوضى وما في داعي تصلي وما في داعي تحج ما في داعي تصوم، بتنادي الشيخ ما عندك شيء، ما كلامنا نحن اقرا القرآن. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والآيات دي ما في الأصنام عشان ما تغش الناس، الآيات دي ما في الأصنام، بس الله سبحانه وتعالى قال قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا، يعني نحن ما نتخذ بعضنا بعض يعني، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والله سبحانه وتعالى قال اتخذوا أحبارهم، دي البشر الأحبار دي العلماء في زمنهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. الله بس يا ناس، أي شيء عند الله؟ أنا داير عارف بيمشوا للشيوخ ليه؟ أنت داير رزق؟ الرزق ما عند الشيخ، الرزق فوق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق عند الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. شيخك ده الله البرزو، الله البرزق الصالح وغير الصالح، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شيخ عنده شنو؟ بدي جنة؟ ما في شيخ بدي جنة. ولو مرة مشت لي شيخ قالت له اديني الجنة، دي مشركة بالله كافرة ما عندها شيء. والدليل قال تعالى في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الجنة ده بتخلقوه انتوا ولا نحن اللي بنخلقه؟ الله سبحانه وتعالى قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تمشي لمخلوق تقول له اديني جنة؟ هو في كفار بلده الجنة بالصلاح، في كفار بلده الجنة ده ما بالصلاح، الجنة ده هبة من الله، هبة مجاني. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله سبحانه وتعالى. وما في قربة بيكشف شيخ، والله ما في. والشيوخ بيقعوا في الكرة بها، والأنبياء بيقعوا في الكرة. أنبياء الله قال عنهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أنبياء، نبي بالعهود وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أنبياء بيمرضوا يا أخي، تقول له يا أخي مش ليلة فكيد ديني محايا ولا بخرة؟ ما في حاجة في الدين ولا بخرة في الدين، أقرأ القرآن من أول لآخر ورينا بخرة وين، وين محايا؟ الدين ده قرآن تقرأ للمريض، تقرأ مباشر مباشر وما تعلقه، ما في حجاب في الدين، تقرأ القرآن. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شنو حالي في باغات وسكن تشربوا لزول العيان، والشيخ لما يمرض يمرق في مصر ويجي يسوي له قصيدة مصر المهمنة بأهل الله، موديك مصر شنو؟ والله قال عيان جاءت حصوة لما مات، واحد مارق في الأردن، واحد مارق وين 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 وين، والعيان من المسلمين المساكين يدوا البخرات ويدوا المحايات ويازوا فيه، ويدوا بخرة لو عنده أزمة يموت مرة واحدة، ويدوا محايا يشربوا السكن كرطع كرطع ملام بزاغ والتفال بتاع الشيخ عليم ربه بلاوي في البلد دي. ليه ليه بتزلوا الناس كده؟ انت عندك شنو؟ شنو ساوي لك طريقة وساوي لك أوضة ودخاخين قائمة وبلاوي وسبح ور ور ور، انت شنو؟ شنو انت؟ وإذا أبو هريرة رضي الله عنه بيصلي في المسجد وبيمشي بيته، إذا أبو بكر الصديق بيمشي بيته، ورونا صحابي واحد سوى له حوش ودق علم في النص وربط له خيوط وربط فيها قطع حمراء وخضراء، ورونا صحابي واحد عمل كده. انتوا افضل من الصحابه؟ ليه بتعظموا نفسكم وعظموا فيكم؟ واحد ما ادي كرعيه، واحد يملوا له في الابريك، واحد النساوين يجنوا، ليه؟ ليه؟ انت شنو؟ انت عبد فقير يا اخي، ما عندك شيء. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وتنادي وما عندك شيء في الدين، اذا نادت لك فكي يا فلان الحقنا، ما عندك شيء في الدين. ومن اضل ممن يدعو من دون الله، ده اضل مخلوق، ولو جاء المسجد قبل الاذان الاول قبل ما يفتحوا المسجد قاعد بردان ملفح ومنتظر الاذان وعقيدته في الفكي ما عنده شيء، تعبان ساي. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا أخي الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك
ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر، عشان ما تعلق لك حجاب ولا تعلق للطفل كمون ولا غيره من الأشياء، قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله بس، الكون ده يا ناس حق الله، السماء حقه، السماوات دي حقته، والأرض حقته، والجبال حقته، والبحار والأنهار والبشر والشجر والمدر والكله حق الله سبحانه وتعالى، ليه النادي غيره؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أخي لو عندك مشكلة 10 سنة ما أنجبتها، قم بالليل، قم بالليل، خلي الناس نامت، أفرش مصلايتك وتوضى وصلي لي الله وأرفع يديك قول يا الله أنا اتزوجت وما عندي جنة، يا الله اديني جنة، يا كريم اديني، ما بديك. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له، فاستجبنا طوالي، الله استجاب له. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. شوف الأنبياء ذل بينكسروا لله كيف، شوف الناس ذل بيخضعوا لله كيف، لكن انت تمشي تنكسر لبشر واقف جنب القبة تسيف في التراب ويا فكي فلان وانا جيتك ويا شيخ فلان ومشكلتي ما حليتها لي، هو ذاته في مشكلة كذا اللي حلها، هو جوا بيسألوا فيه من ربك وانت برا تسأل فيه، هو جوا بيسألوا فيه من ربك وانت برا تنادي فيه الحقنا وافزعنا، ما دينك جوا بيسألوا ما دينك وانت برا تنادي فيه يا فلان ويا علان وكذا وكذا، هو مدفون يلحقك كيف؟ انا داري اعرف ده بيمرق وبيرجع ثاني، ما قروا سورة ياسين؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ما في ميت بيرجع، اللي بيجيك بالليل ده ما الشيخ، ده شيطان يتمثل به، جاو يجيك لابس أبيض ومنور ووك وجنبه واقف في الحيطة وانت تشوفه تقول والله الفكي جاني، جاك وين ولابس أبيض وتحت مكفن مرق 200 ذاته، وجاك بالليل الملائكة بيزالوا فيه خلاه ومشى، يعني بيخلي الملائكة وعلى كيف وبيمش. يا ناس يا أمة، وكلامنا ده أنا بقوله داير اسمعوا ناس برا هناك، اسمعوا رجال ونساء لعله الله ينفع بهم. مر حار شديد، معليش مر شديد، هكي خايفين عليهم من عذاب الله. كذي ناس رجال، يا قال لك قرب والله الذي لا إله غيره. يا جماعة الموضوع ده موضوع واضح جدا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني. شوفوا من كسروا لي الله كيف، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك، يعني منك انت يا الله، ده نبي ما فيه بركة، الأنبياء ما فيهم بركة، ليه ما قال لي مرة تجيب التوب وكاو اديتك جنة زي ما بقولوا الجماعة، اديتك جنة تدي من وين انت، وانت قبل ما يلدوك الكام بدي الجنة منو، اذا انت بتدي الجنة قبل ما يلدوك الكام بدي الجنة منو، وين الله يا أمة؟ وين ينادوا فلان وعلان يا أخي؟ هو زول البلدوليج أنا ججد، زول بيتزوج وبيمشي بنوم بالليل، بيصحى الصباح ما عارف الحصل شو، والله كتب له في الليلة دي جنة، بعد 4 شهور يعرف إنه الليلة الفلانية كان فيها جنة، ما جايب خبر، وما بالقوة، زول تلقاه معطل ما عنده أي جنة، وزول تلقاه مشلول
عنده 7 جهلاء، وزول تلقاه فقير قاعد في بيت جار وعنده 10 أولاد، واحد تلقاه غنيان عنده عمارة 10 طوابق وما عنده ولا جنة براو يركب عربيته، واحد تلقاه منصبه كبير وما عنده جنة، واحد تلقى ما عنده أي منصب والله يديه بنات وأولاد. شغلة دي يا جماعة، الأمر ده بيد الله سبحانه وتعالى. وعليك الله نحن لو الموضوع ده ما داير صبر وداير احتساب وداير إخلاص وصدق، ليلة نقنع في المسلمين إنه اللي بيخلق الله براو، نقنع في مسلمين ما كفار، ما ناس قالوا نحن ماركين لا كفر عديل كده، مسلم تقنع فيه يا مسلم بيخلقك الله براو، عليك الله الدنيا دي ما انتهت، فضل فيها شنو؟ إذا مرتك بتغنع فيها ساعة ما تمشي للفقير نادي الله، الدنيا دي ما انتهت يا أخي. الله قال أما يجيب المضطر إذا دعا، يا أخي زكريا ده لما دعا قال وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الله قال لي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنا يعني كيف أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. أنا كبرت ومرأتي عاقر، كيف يجيني ولد وجنى؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. والله تقرأ القرآن ده تتملي إيمان، وتقرأ القرآن ده تجدع أي حجاب وأي تراب وأي بخرة وأي ودعة وأي محاية، وتفك أي شيخ وأي فكي، وتجعل عقيدتك في الله نظيفة. بس انت كيف تقرأ القرآن وكيف تتدبر؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فزول يا جماعة اجعل عقيدته في الله تمام، لا يمش لي زول يقول لي شوف ليه رايح وين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اليوم ظنك بيكون حسن في الله سبحانه وتعالى، ظنك وعقيدتك بتبقى في الله تمام، وبتكون زول موحد وتفك الجماعة ديل، طب ما بيعملوكش يا مسلم ديل بتموت براك، شايف الماسك فيهم ديل براك بتموت، تخش القبر براك بيدفنوك ويمشوا ياكلوا الزلاب يا براهم تاني، ياكلوا في اللقيمات ويتفوا الفتة، الفتة متوم الحمتون النوم ياكلوها والرز، ويقعدوا يتونسوا وينسوك، انت تمشي براك تخش القبر. سألوك من ربك تبقوا تتلفت، لأنك في الدنيا عقيدتك ما كانت في الله، كانت في شيخ بحلك. الله قال ولقد جئتمونا، ولقد جئتمونا فرادا، براك ونيزول بيجي براو، كما خلقناكم أول مرة، براك بترجع لله، أوعك تمسك لك في فكي والمرأة، أوعى من الليلة في كي زول تقول استغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، تبقى عقيدتها في الله تمام. ولقد جئتمونا فرادا، عليك الله جوال هذه واضحة كيف من سورة الأنعام، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينهم كل انتهى. شكي قال حتى في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب. الأنساب بتتقطع، الأنساب بتنتهي، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أشكال قال في سورة الأعراف: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، الملائكة لما نجوا الواحد عشان يقبضوا روحه، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وينون الكتب تنادون في الشدائد، أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، راحوا كلهم راحوا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين هناك في النار، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. علماء السوء، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. شاكل في سورة البقرة الله قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقع عليك الله أنا أساوي لي مخلوق بالخالق؟ يا أسي زول لو عايم في السماء دي بالليل كهرباء قطعت، عايم في السماء دي شاف النجوم، شاف الكواكب، شاف الملكوت العلوي، رأى ما رأى، ده كل ما بيقنعك إنه الله ده عظيم؟ ما بيقنعك إنك تنادي براو؟ ما بيقنعك إنك توحده تجعل عقيدتك فيه براو سبحانه وتعالى؟ تمشي أختنادي في مخلوق ضعيف الحقنا وفزعنا وزيك؟ تساوي بالخالق. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا. ده مشهد عظيم ومشهد مخيف. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. شفت يوم القيامة لما يتبرأ منك بعد ذلك بتتذكر كلامنا ده. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. دي حسرة يا أخي، دي ندامة بعدين، وما هم بخارجين من النار. شكي إبراهيم عليه السلام لما قال لوالده: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لما قال لي الكلام ده وأبوه أبا يقبل وجاء يوم القيامة بعدين يوم الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر
قترة وغبرة، قترة وغبرة. القترة ما يعلو الوجه من الكرب والكآبة، والغبر الغبار. فيقول له إبراهيم، يقول لوالده يوم القيامة، حديث ده في البخاري، مشهد عظيم. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ أنا في الدنيا ما قلت لك ما تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، هالليلة ما بعصيك. 200 لكن بعد يوم القيامة. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ ده كذا الحديث في البخاري. فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ يعني هل في خزي أخزى من تبعد أبوي من الرحمة وتدخل العذاب؟ فيقال: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. يقول له الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك. فينظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو بزيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. في النار، يعني أبوه بيبقى زيخ ملتطخ، والزيخ الضبع كثير الشعر. ملتطخ أي بالدم والرجيع الذي يخرج منه. قال الشراح، قال بعضهم: ومسخ الله آزر أبا إبراهيم على صورة الضبع، لأن الضبع أحمق الحيوانات، ولأن من حمق آزر أنه لم يقبل النصيحة من أشفق الناس به وهو ابنه إبراهيم عليه السلام. دول شفيق بك دار لك الخير، أنا الليلة الناس يكرهونا ويابوا كلامنا ويقولوا بتنبذوا ويقولوا بتشتموا ويقولوا جايين من آخر الدنيا ويقولوا كلامكم شديد ويقولوا انتوا مالكم. يا ناس ما في شتيمة، ما في نبذ يا أمة، ما في شيء. ما في زول قال فلان في النار، ولا في زول قال كذا كذا. قلنا فلان ده عبد ضعيف، والله قوي، نادي الله ما تنادي العبد الضعيف. وين النبذ؟ وين الشتيمة؟ ولك ديل وديل وديل، ديل خايفين عليك من عذاب الله، ديل لو قال له خلي شيوخك ونادي شيوخنا أزعل أزعل، لكن قال له خلي شيوخك وشيوخنا، نادي الله الخلق وانشد. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، تعبد الله برا؟ قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. عشان كذا يا جماعة، أرجل زول على وجه الأرض، أرجل زول وأفضل زول وأحسن زول، الزول الموحد وبيدعو للتوحيد، ده أرجل زول. ما بينكسر لبشر، ما بيشرك على زول، ولا بيسجد لزول، ولا بشيل تراب زول يسفه، ولا بشيل بزاغ زول يتمسح به، ولا بينكسر ولا بيخضع إلا لله تعالى. زول جبهته دي عزيزة، ما بخدتها في الواطة إلا لله، ده زول راجل. عشان كذي لما فرعون قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل، الله لما يقول لك في القرآن ده رجل ويديك موقف مشرف عنه أعرفه إنه ده رجل جد. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، الزول ده كان كاتم إيمانه. ابن كثير قال: فلما قال فرعون مقولته وهدد بقتل موسى عليه السلام، قام هذا الرجل غضبة لله تعالى.
ما قدر يتحمل قبل كاتم الإيمان، لكن لما شاف النبي العظيم النبي الجب التوحيد موسى عليه السلام داري كتلوه قام طوالي ويقف قدام فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. الرجل ده جماعة ذنبه شنو؟ قال لكم الله خلقكم والله اللي بتعبدوه مفروض تعبدوه مفروض تعبدوه مفروض توحدوا، ده تقتلوه ولا تحترموه؟ ده تحسنوا له ولا تسيئوا له؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذب وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. انتوا خسرانين شنو؟ لو كاذب قال لكم في قيامة وطلعت ماف ما بضركم شيء، ولو طلع صادق وصادق وما عنده شك انتوا في النهاية بتدخلوا الجنة. انتوا ما خسرانين، ما تؤمنوا به ما توحدوا الله ما تؤمنوا بالله. أشكي الرجل ده الله جابه في أعظم كتاب في القرآن، لأنه موقف مشرف لما سبع رجال فارقوا أهل ومرقوا من بلد واجتمعوا في ظل شجرة ومشوا ودخلوا الكهف وسجدوا لله وهم على التوحيد، الله أكرم 309 سنة ساجدين لله حيين ما ماتوا، والله نزل فيهم سورة كاملة سورة الكهف ومدحهم قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. كان الله ربط علي قلبك تاني ما تخاف من زول ولا بترجف ولا بتنكسر للبشر ولا بتمشي للفكهة ولا بتمشي للدجالين يزلوا في الناس. يا أخي الرسول بيردف في الحمار، الرسول بيردف معاذ رضي الله عنه في الحمار وديل ما يخلوك تقعد معاهم في العنقريب، ده دين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اجي الأعرابي يجر من الثوب بتاعه أنس يقول له حتى أثر الثوب في عنقي صلى الله عليه وسلم، ده يقول لك ما تقعد جنبه تجي خاشع عليه وانت منكسر لابس عمة تقلعه لابس نقلاء نعلاتك تقلعه تجي بارك ليه يا أخي؟ انت شنو ذاته؟ ليه؟ وشيخ طريقة يعطوا طريقة؟ ليه الطريقة المحمدية طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه الكتاب والسنة ما كان عليه الصحابة؟ ليه خلوه يمشوا يسووا قادرية؟ ليه؟ أفضل عبد القادر الجيلاني ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه ساوي طريقة براك؟ ليه تبقى تجانية تابع للتجاني؟ أفضل ياتو؟ ليه تبقى شاذلية وبرهانية وتسعينية وما بعرف إيه؟ ليه؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ودي عداوتنا والله الذي رفع السماء البدين كف عافي الله لوجه الله البطعن في عرضنا عافي الله لوجه الله أشال قروشنا بالحسنة بالرجال عافي الله لوجه الله البطعن في الدين ده نسمع بيه نقف جوا حلقه ما نخلي كله ليه يا أخي؟ ودي عداوتنا معاك ظاهرة في الدنيا لأنك انت عبد وما راضي تكون عبدي لله راضي تكون عبدي للبشر. والله قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ ده العباد لي الله تجعلون أولياء من دون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، بخلي الله وامشي ليلة ولي، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الله بأكل يا أخو ما بأكلوه، ده الغفة كلها ده الفكر الغفة شت الغفة تجيب له 40-50 جنيه يديك عصيدة راس مالة 3 جنيه حامضة ما بتتبلع إلا بموية صحة، عصيدة حامضة ولا دي فيها بركة، دي فيها بركة والجدادة فيها شنو؟ دي فيها بركة
عصيتك الحامضة دي وتأكل في الدراويش في الدغماء وانت تاكل جوا في الشيا في العتان. وديت العتان وين؟ التان وخرفان وبلاوي يا أخي. بلد دي والله أكلوا فيها أكل نسأل الله العافية. قباب يا أخي زول المقابر دي شك مسلمين ليه تساوي لي أوضه براو؟ ليه ما تسوي أوضة للمقابر شك كلها مبجوز ذاته؟ أوضة ولمبة وترباس وباب وتراب يسفوا فيه وقروش يدوها للميت. ناس دي مواهيم. في ميت بدو قروش؟ ميت دار بالقروش شنو؟ ولابس لك كفن جيب ما فيه عمل به قروش شنو؟ وجوا في قروش تدفيه في القروش يا أخي ساوين يدفنهم في التراب. لقيت القبة فاضية خش شيلها ساي حلال وكل باب واسطة ما فيش دي قروش سايبة ساي ما عندها سيد والله الذي لا إله غيره. معقول يا قروش تديها لميت بلاوي ساي يا أخي ما عندها سيد قروش فارغة ذاته. نسأل الله العافية يا أخي كله. وإن كان دي فيها كلام تفصيل خلينا في بلاوي كثيرة جدا قروش كهان وغيره ما تهينا. ولذلك يا جماعة دي كلها هوس شغلوا بين الناس يا أخي. يا أخي زول عليك الله الميت بيدعو له ولا بيدعوه؟ ما وهم في البلد دي سيفنجة مقلوبة يرجفوا منها غرية كاملة يرجفوا من علم. يقول لك أبويا الشيخ يتبين هنا وأبوك الشيخ لما نجي بخوف الناس ليه؟ مفروض يطمن الناس يا أخي كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تخوف في الناس بنفخ خشم فلان وبنفخ فلان وبغير في فلان وبتبين في فلان وديل يرجف وديل يلاوزوا ما عندهم نجيش ديل ما عندهم شيء. شو ديل؟ لا عندهم مال لا عندهم دنيا لا عندهم جنة. الأمر كله بيد الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سكتار ضاعوا يا أخي. مرى عروس جديدة يودوها للفقيه. زول دار يفتح دكان يمشي للفقيه. صورة الشيخ في الأوضة هذه في الفتحاب معلقة صورة الشيخ. جماعة قالوا له الصورة دي المكاشف ده عينه ذاته ما قال عينه واحد يتكلم مرق له مرق له ويمرق في عينه ماله كلها بلاوي ياخذ مصايب ويكشف في القلب. في زول بيكشف في القلب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في البخاري ومسلم. أنا علي بالظاهر قال الباطن ده حسابهم على الله. ده الرسول عليه الصلاة والسلام. والله قال لي في القرآن وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي جوا قلوبهم أنت ما بتعلم لا تعلمهم نحن نعلمهم. يقول لي يا أخي ده بيكشف في القلب وده ما بعرف إيه وبيعلم كذا وبيسوي كذا ما عنده أي شيء ده الضعفاء. والكلام يطول. وفي الختام أنا قبل أقدم الشيخ أحمد توم حفظه الله تعالى الناس يا جماعة تشتغل دعوة تخش في البيوت دي مسؤولية في رقابهم وجزاكم الله خير والله يثبتنا وإياكم ووفقنا وإياكم. ناس تخش في البيوت تبلغ توري الدعوة دعوة الله سبحانه وتعالى تبلغها. الموت جاي يا أمة القيامة جاية والموت جاي والزمن ماشي ألحقوا النازل قبل ما يهلكوا. ساوين يا أخي عمره 90 سنة المرأة لما تموت في الاحتضار بدل تقول لا إله إلا الله وتنجو شغالة يا أهل الله ويا الزرق ناس ود السيد ويا ناس التوم والبانقة وناس النيل الأبيض والحقونة وفزعونة. معقولة؟ معقولة ناس تموت على عقيدة زي دي؟ ناس تلحقون طوالي بلاوي دي شغالة. أمس اتصلت بزول قال المرأة جات من أربجي اتصلت بقى قالت لي الذهب راح عليك الله انهم لي بالخير. وشي راح بيفتحوا ويفكوسوه ولا ينوموا عشان يلقوه هسه دي يحلوها كيف ذاته. في زول بينوم بيلقى له حاجه يا ناس. معقولة يا اخي؟ موضوع طويل طويل جدا الناس تواصل فيه الكلام يطول. اكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا. ناس تبلغ الدعوه يا جماعه.
ناس تمشي البيوت شوف أولادنا يعلمون التوحيد والعقيدة. والله واحد كان معانا هناك في كافوري ربع واحد في مدرسة الغد أستاذ، قال لي الطفل مشى لجده، قال الجد بيتكلم مع جده وكذا والصلاة وما الصلاة في الجامع ويخذ كراعه جنبه جده بيتضايق بيتضايق من السنة. ووق في النهاية قال لي جاء وقت الصلاة، قال لي يا جده ما تروح الجامع، الصلاة جات جده لامضه. قال بعد شوية جابوا سيرة الشيخ، قال لي برضو يا جده مشرك، برضو جده برضو مشرك، تنادي برضو في الشيخ. فقالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. شوف هذا يعلمون التوحيد بيبقوا للجماعة ديل في رقبتهم، والله يعرفوا التوحيد. شفت ديل لوايك خلاص، شوف هذا ورونا التوحيد إن شاء الله بيشتغلوا، ورونا قول لهم حجبات ماف، كمون ماف، كمون بتاع شنو بيحفظ، كمون بتاع شنو ده بيشربوه بيقرطعوه. زول مشى للدكتور ادى حبوب يعلقها ولا يبلعها؟ قال لك الحبة سويت تشرب تقرطعها بسم الله وتشربها، تمشي تعلقها الدو حقنة تقعد تعلقها كذي طبعا في صدرك زاد دوز الشغلة دي وريه الحاصل شنو. معقولة يا أخي؟ القرآن الله قال عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له شنو لحافظ. القرآن الله قال لك أنا البحفظه، تيجي تقول لي كمون؟ القرآن الله قال أنا البحفظه حافظ الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ودع معلقنا والعريس معلق له حريرة وما بعرف وين ولقيمات كل يومين ثلاثة. معقول يا ناس؟ ناس تصفي الدين، تجعل الدين خالص لله سبحانه وتعالى، تحافظ على الصلاة، توحد الله، تدعو الله، تتوكل على الله، تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وتدعو إلى الله حتى تلقى الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ومقدم الشيخ أحمد توم حفظه الله تعالى.